ما هو الحكم بين الجمع بين زوجتين في غرفة واحدة؟ السؤال يقول: اشترطت علي زوجتي الأولى بأن تكون حياتي أنا وزوجتي الثانية في غرفة واحدة حتى المعاشرة، لكي لا يدخل الشيطان بالغيرة بيننا وبينهما، فوافقت. هل هذا حرام أن أسكن أنا وزوجتي في غرفة واحدة لكي لا تغار الثانية، مع العلم أن البيت فيه أكثر من غرفة؟ أجيبوني أفادكم الله. الجواب: فما ذكره السائل الكريم من اشتراطه أن يقيم مع الزوجتين في غرفة واحدة وأن يعاشر كل منهما أمام الأخرى من الأمور المحرمة في الشريعة الإسلامية، بل إن قبحه من المعلوم من الدين بالضرورة، فضلا عن أنه مما تشمئز منه الفطر ويخشى أن يكون دخل على المسلمين من تعرضهم للثقافات الغربية المنحلة أو ما هو أسوأ من ذلك. فمما لا شك فيه أن نظر المرأة إلى عورات المرأة من المتفق على حرمته والجمع بين الزوجتين في غرفة واحدة بحيث تتم معاشرة إحداهما على مرأى ومسمع من الأخرى يعد هتكا للحياء وكشفا لما ينبغي ستره، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: والحياء شعبة من شعب الإيمان، لأن في ذلك كشفا لعورة إحداهما أمام الأخرى، ولا يحل ذلك وعليه. فلا يجوز للزوج أن يجمع بين زوجته في غرفة واحدة ولا أن يجامع إحداهن أمام الأخرى، ودعوى أن ذلك يقلل الغيرة بينهما لا يبيح ذلك. هذا ولا بأس بالجمع بين الزوجتين في شقة واحدة، بحيث تكون كل منهما في غرفة مستقلة، لا بأس به إذا كانتا راضيتين.